العسكري في قضاء أبو الخصيب من قبل المنافع الاجتماعية التابعة إلى حقل السيبة أكيد بإدارة شركة نفط البصرة. على يميني الأستاذ وسام عبد الله رئيس لجنة المنافع الاجتماعية في حقل السيبة الغازي. خلفنا طبعا مبنى قيد الإنشاء هو لجوازات تابعة إلى قضاء أبو الخصيب. راح نكون بالصورة ونعرف تفاصيل أكثر عن مشاريع المنافع الاجتماعية بإدارة شركة نفط البصرة وأكيد من قبل حقل السيبة الغازي. مرحبا أستاذ وسام وحياك الله من خلال المربد وأهلا وسهلا. أهلا أستاذ رياض بيك، شرفتنا بحضرتك وقناة المربد. رحب بكم تغطية الإعلامية لمشاريع المنافع الاجتماعية. طبعا مشاريع المنافع الاجتماعية في حقل السيبة الغازي تغطي المناطق القريبة للحقل السيبة، تتمثل في قضاء الفا وناحية السيبة وقضاء الخصيب. من أحد هذه المشاريع هي قيد الإنجاز، هو مبنى الإداري إدارة جوازات والإقامة في القضاء. هذا المبنى متكون من 1700 متر مربع، متكون من قاعتين، قاعة استلام الجواز وقاعة البصر. أيضا توجد غرفة حصينة للسيرفرات، ومتكون من 22 مكتب للموظفين الجوازات. أيضا توجد قاعة للاستراحة، أيضا يوجد جراج مع حديقة عامة للمواطنين، ومبنى لاستعلامات النساء والرجال. أستاذ وسام، اختيار إلى هذا الموقع في منطقة الحي العسكري يعني من قبل نقول الجهات المختصة بحسب هذا المكان المناسب شافه هو الأنسب يكون؟ نعم، طبيعتنا قبل بدء أو تنفيذ أي مشروع يتم التنسيق مع الوحدات الإدارية في قضاء أبو الخصيب ناحية السيبة وقضاء الفار، فتركز هذا المكان للسنتر قريب للجميع المناطق القريبة، وبالتالي سوف يخفف العبء على كاهل المواطن عدم الذهاب إلى مركز المدينة. كما تلاحظون أن نسبة الإنجاز حاليا هي ما يقارب 40%. إن شاء الله من المتوقع بالأشهر القريبة إكمال المشروع إن شاء الله. أكيد هناك متابعة من قبل يعني شركة نفط البصرة وحقل السيبة الغازي إلى هكذا مشاريع بما فيها مشروع نقول الجوازات. الشركة اللي جاءت تنفذ هذا المشروع تكون متابعة من قبلكم أستاذ؟ نعم، أنت كما تعلمون هو جدول الكميات يأتي إلينا من قبل الجهات المستفيدة بعد المصادقة عليه من قبل محافظ البصرة. نأتي إلى اللجنة الجهة الإشرافية والمهندس المقيم هي من قبل دائرة الجوازات والإقامة. بخصوص شركة نفط البصرة والمشغل شركة كويت إنرجي هو متابعة المشروع بشكل حثيث بشكل تفصيل وإكمال المشروع. أيضا مبنى ملحق يعني من ضمن البناية لاستعلامات الرجال والنساء إضافة إلى الحمامات الصحية. طابقين؟ طابقين نعم. طابقين. المساحة الكلية للمشروع 1700 متر مربع. نعم. من المؤمل إنجاز المشروع يعني السقف الزمني سابع؟ يعني إحنا تم مباشرة المشروع في نهاية الشهر الثاني يعني. هي مدة المشروع هي 365 يوم. إن شاء الله في بداية عام 2025 يتم انتهاء من المشروع إنجاز المشروع. طبعا المشروع متكامل يضم منظومة سيرفرات وكاميرات وتأثيث متكامل من منظومة التبريد والكهرباء ومنظومة الأطفاء. نتحدث عن ما تم إنجازه من مشاريع ودخلت الخدمة من قبل أكيد إدارة شركة نفط البصرة. نعم. وحقل السيبة من خلال المنافع الاجتماعية. نعم، الحمد لله بتوجيه من الإدارة العليا لشركتنا متمثلة بسيد مدير عام ومدير قسم وإدارة الحقل متمثلة بمشغل حقل شركة كويت إنرجي، تم التوجيه على أن تكون مشاريع المنافع الاجتماعية ذات البنى التحتية وذات جدوى اقتصادي والابتعاد عن المشاريع الترقيعية وبالتالي توجد لدينا تم تنفيذ عدة مشاريع منجزة الحمد لله. المشاريع المنجزة تم إنجازها في قضاء الفا وناحية السيبة وقضاء أبو الخصيب تمثلت في البنى التحتية كتبليط في ناحية السيبة وقضاء الفا وإنشاء مدرسة في قضاء أبو الخصيب 18 صف وثلاث طوابق تم افتتاحها من قبل السيد الوزير النفط. أيضا توجد لدينا مشاريع قيد الإنجاز حاليا في ناحية السيبة وقضاء الفاو. حاليا لدينا في قضاء الفاو إنشاء سوق عصري، وفي ناحية السيبة يوجد لدينا إنشاء ملعب ثير صناعي مفتوح وثلاثة ملاعب خماسية مع مبنى إداري متكامل. أيضا تم إنشاء
المشاريع المنجزة في المنافع الاجتماعية، معمل أكياس نفايات في ناحية السيبة، ومعمل أكياس نفايات في قضاء أبو الخصيب. نعم. إذن هذه المشاريع اللي تم إنجازها وأيضا في القيد الإنجاز، كيف يتم اختيارها مثلا، من قبل أهالي المنطقة ولا من قبل حكومة البصرة بالتعاون أكيد مع شركة نفط البصرة، ويتم تنفيذها على أرض الواقع؟ نعم، كما تعلمون حاليا احنا لجنة منافع اجتماعي في حقل السيرة، تم اختيار أعضاء لجنة منافع اجتماعي من الأعضاء الأشخاص القريبين من الحقل متمثل في ناحية السيبة وقضاء أبو الخصيب، وبالتالي هذا العضو أو رئيس اللجنة هو أعرف من منطقة من غيره. يتم التنسيق مع وحدات الإدارية في المناطق القريبة للقضاء لاختيار مشاريع استراتيجية وذات بنى تحتية. يعني الحمد لله تم إنشاء منظومة إيصال طاقة الكهربائية في ناحية السيبة من إنارة، أيضا إنشاء مشروع مد أنابيب الماء الصالح للإسالة العفو في ناحية السيبة ومشاريع أخرى. نعم.